6 when I got shot by Cupid. Now I got my feelings at the door. Man, I feel so stupid. Romance, I ain't fooling. Could you teach me? بيبيز نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا فيديو اليوم. سو ام نجوى من قناه نجوى ميك اب ارتست. سو الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب اند ليتس جو. نهضروا على واحد الفونديشن اللي سميتو ديرماكول اللي كيقول لك عليه في الكوفريت, يعني عنده تغطيه عاليه. اوكي سو انا مشيت شريتو ساشي اللي بحال هكا في لو روز. انا اي لايك سو هو هذا البرودكت ديالنا اولا الفونديشن ديالنا ديرماكول ميك اب كوفر. سو انايا خديتو بالدرجه ديال 222, يعني البنات اللي بحالي غادي ياخذوا في الدرجه ديال 222. اوكي سو قالك بلي هو كريم اساس مضاد للماء, يعني واتر بروف بمعامل وقايه اس بي اف 13, يعني فيه وقايه ديال الشمس ب 30%. يعني قالك ولكن كيستعمل على كامل الوجه لتفتيح او تغميق البشره مؤمنا توازنها مثاليا للون. وكذلك يمكن استخدامه في المكياج محترفين او للممثلين والعارضات الازياء اثناء التصوير وتصوير ديال الافلام ديالهم او الجلسه التصويريه. وبالنسبه للثمن ديالو داير 160 درهم, ولكن انا خديته في البرومو ديالو وخلاو ليا ب 128 درهم. وبالنسبه للبنات اللي حيسولوني فين خديتي, انا خديته في رابع باب الحد وعندهم حتى خدمه. سو يا بيبيز كما كتشوفوا هذا هو الباكاجين ديالو, نحلوه ونشوفوه. الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل. سو نحلو دابا. سو يا بيبيز كما كتشوفوا الداخل ديالو كيجي على هذا الشكل. اوكي سو غندير منه شي في يدي. انتما كما كتشوفوا جاني بحال ستيك. سو بيبيز كما كتشوفوا الفونديشن ديالنا غادي نابليكي بهذا البراش. كنوزعو البيوتي بلاندر ديالي على كامل الوجه. كتشوفوا من مره ما حطينا الفونديشن ديالنا على الوجه ديالنا, شوفوا لو طون كيولا. سو بيبيز كما شفتوا هذا هو لو طون, يعني بعد ما حطيته يعني الصراحه كما كتبين عليه تغطيته عالي. اوكي سو نكمل لو طون ديالي. ام باك بيبيز كما كتشوفوا السكين ديالي فول كوفر, يعني عنده واحد التغطيه عاليه 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 بزاف. صراحة عجبني بزاف ونعطي 10/10. ويا بيبيز نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وتكونوا شفتوا الفرق بيفور اند افتر, يعني السكين ديالي كيفاش كانت قبل وكيفاش ولات من بعد. سو يا بيبيز نتمنى يكون عجبكم هذا الريفيو, وحتى لو بغيت نجرب لكم شي برودكت اكتبوا لي تحت في الكومنت. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب لهذا الفيديو وديروا لي فولو في الانستغرام اللي غادي نخليكم هنا.